تجري التجهيزات والاستعدادات على أعلى المستويات كتجميل المنشآت الحكومية والهيئات والمرافق العامة والخاصة استعدادا لذاك اليوم المحدد 28 من فبراير الحالي، فيما أكد مسؤول الشركة المنفذة لإصلاح الطرق وتنظيم الشوارع وتلوين المربعات والمعابر والطرقات ورفع الأعلام والرايات بمدينة لاي، مؤكدا بأنهم جاهزون في تنفيذ المهمة الموكلة إليهم ويعملون قصارى جهدهم لإكمال الخدمات في المدة والوقت المحدد. ونظرا إلى أهمية الحدث المرتقب في تاريخ 28 من فبراير الحالي، يرى القادمون والزوار إلى مدينة لاي حاضرة ولاية تنجيلي تقدم الخدمات والعمالة الإنمائية من تجهيزات للساحة الجوية للطائرات الصغيرة الحوامات والمروحيات. أنا برا عشان population دا قمة بطولة ويبس ساكت منها وقاين نارجو عشان president يوجو لنا بإلكتريسيتي إلكتريسيتي ندا قاي وما فاكا ودرب درب أنا لاي دا دابس population اللاي كل يدور كالي درب دا من جمان دا يمشي دوبا ناس يمولو كله يسالي للبريزدان سيلينا ديروب أنا جمان دوبا. ومن جانب آخر، يعمل المسؤولين في البلدية على تنظيم وتجهيز مباني الضيافة وغرف لاستقبال القادمين إليها والعمل على تهيئة المدينة بأبهى صورها كما هو مطلوب. وبقي أن نشير إلى أن الموعد المرتقب لإطلاق برنامج الحفل المخصص لمشروع التنمية المحلية والتمويل الشامل بمدينة لاي حاضرة ولاية تنجيلي بإطلاق أولى مراحله لتنفيذ مثل هذا المشروع الحام على أراضيها، وبما أن مقر الولاية حظي بترميم أكبر في الطلاء وتغيير أثاثات الدار وما إلى ذلك.